حقيقة ان هو فعلا المشهد كده بتاع الحج والناس وهي بتحج وبتلبي حاجة مذهلة جدا. يعني مش عارف، اصل انا زمان كنت يعني حاجة مذهلة خالص، كنت حاجة نمرة في منتهى ال، واخد بالك؟ ايوه بالظبط كده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بقى اخر كرم، وبعدين مع الوقت والظاهر على ما يبدو كده مع السن تبدأ تبص على الحاجات دي بنظرة تانية. يعني ممكن تلاقي مثلا حد عنده 30 سنة ينظر إلى المناسك والشعائر نظرة مقدسة كبيرة جدا رفيعة المقام طول الوقت، مش مختلفين. بس وانت بتكبر مع يمكن الهدوء، مع الحكمة اللي بتكتسبها بالوقت، مع الخبرة اللي بتكتسبها بالسنين، بتبقى كمان نظرتك حاجة تانية. يعني بيبقى فيها وله فعلا مش هزار، ولا شديد، تبقى اللي عمال بتدعي ربنا في قلبك يا رب اكتبها لي، يا رب قبل ما يعني اروح اقابل وجه رب كريم اكتب لي بس اروح الحج وبعدين يحلها مليون حلال. ده حقيقي. الحجاج زي ما انتم شايفين ما شاء الله واللهم اعز دين الاسلام حاجه بالملايين بالملايين. مع شروق الشمس خدوا بعضهم وطلعوا على عرفه، فتبقى دي وقفة عرفة، علشان كده احنا نسميها ايه؟ الوقفة. ويبدأوا بالركن الأعظم، ركن الحج، لمن استطاع إليه سبيلا. السبيل يعني الطريق، فإن وجدت طريقا حلالا طيبا للحج طير، ما تفكرش. ربنا سبحانه وتعالى أهلك الصحة وأهلك الوقت وأهلك الفلوس، ما تفكرش، ما تقولش ربنا يسهل بقى ايه السنة الجاية. معاك فلوسها، معاك صحتك ان شاء الله، وقتك يسمح، توكل على الله. ودايما الوقت بقى هيسمح، يعني هتاخد اجازة من شغلك وهتقدر توفق كل الامور، ومفيش حد عمره هيقول لك لا على حاجة. اتكل على الله وانوي، واحنا بنتكلم كده ان شاء الله انوي على انه ربنا يكتب لك الحج بقلب كده اهو، وخلي نيتك خالصه جدا، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيكتبها لك بشكل او باخر. المهم تعالى بقى اكملك. طيب احنا كده ايه؟ وقفه عرفه، وبعدين يبدا الغروب. كل سنه وانتم طيبين. فتبدا جموع الحجيج نفرتها الى المزدلفه، ويبيتوا هناك لحد فجر بكره بإذن الله سبحانه وتعالى 10 ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك. السنة دي موسم الحج فيهوش أي قيود خالص، لا في الأعداد ولا في الأعمار، بعد 3 سنين من تنظيم حج محدود جدا على خلفية زي ما حضراتكم عارفين تفشي جائحة فيروس كورونا، الله لا يعيدها أيام أبدا. يعني كان شيء الحقيقة يوجع قلب البني آدم وانت شايف كده الحرم المكي وفيه نفر قليل من الناس، تزعل تزعل.